نتحدث أكثر عن هذا الانخفاض في العملة الإيرانية من دبي. مسعود الفاك الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني ينضم إلينا. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك سيد مسعود. أدنى مستويات تاريخيا للعملة الإيرانية، كيف وصلنا لهنا؟ أبرز عوامل إن كان داخليا أو خارجيا؟ شكرا جزيلا. أدنى شك أهم عامل خارجي هو كان موقف الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي. إيران عندما وقعت الاتفاق النووي كانت تتوقع، لأن هذا الاتفاق يدور عليها الإمكانيات الاقتصادية وتستطيع أن تجلب المستثمرين إلى داخل البلد، ولكن بما أنه الرئيس الأمريكي بدأ يلوح بأنه سوف يلغي هذا الاتفاق، وهذا وارد جدا، الأمر أثر بشكل مباشر على سعر العملة الإيرانية. وأيضا نعرف ارتفعت سعر العملة إلى 4700، ولكن عندما تم تعيين جون بولتون في الإدارة الأمريكية ارتفعت هذه الطفرة أسعار العملة الأمريكية إلى 5000 تومان، وهناك انذار للاقتصاد الإيراني. وكان متوقع هذا بعد تعيين بولتون، صحيح؟ كتعامل بشكل عام مع الملف الإيراني. نعم، هذا أعطى مؤشر بأن موقف الرئيس الأمريكي بالتخلي عن الاتفاق النووي جاد، وهناك كافة المؤشرات تتحدث عن احتمال وارد للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، الذي طالما وصفه الرئيس الأمريكي بالاتفاق السيء. بس يحق له، بما أنك ركزت على موضوع الاتفاق سيد مسعود، يحق له هذا كقرار أمريكي فقط سيد مسعود، أم يحتاج يعني الكثير ليس فقط إيقافه؟ يعني حتى هو قال بأنه لا، هو فقط يريد التعديل. التعديل الذي يريده الرئيس الأمريكي هو في الواقع إيران تعتبرها شروط تعجيزية، وهذه الشروط التعجيزية تدخل في كثير من الأمور، وأهمها يدخل في أمر الملف الصاروخي الإيراني، الذي تؤكد إيران بأن الاتفاق النووي لا يشمل الأنشطة الصاروخية والتجارب الصاروخية الإيرانية. هذا أحد الشروط الرئيسية. والشرط الآخر يريد يتم تفتيش المواقع الإيرانية النووية دون إنذار مسبق، وهذا أيضا ترفضه إيران. هذا الرفض وهذا الإصرار من الجانب الأمريكي كلها ينذر بأن عقبة الاتفاق ليس كما أرادها حسن روحاني عندما وقع الاتفاق، وكان يتمنى بأن يستطيع أن يطور الاقتصاد الإيراني. طيب ماذا الآن بعد كل هذا سيد مسعود؟ كيف يمكن أن تتحرك الحكومة الإيرانية؟ الحكومة الإيرانية وفي واقع الأمر حكومة حسن روحاني بالتحديد، هناك هي بين مطرقة الرفض الأمريكي وشندان الرفض من قبل المتشددين داخل إيران. روحاني الآن بين نارين، لا يستطيع أن يفعل شيئا بالنسبة للاتفاق النووي. طيب بس هو ثبت يعني بعد ما أصر على موضوع الاتفاق النووي، بعد يعني كان دائما الشيطان الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد ما وصل إلى هذا الاتفاق روحاني وخفف موضوع العقوبات ووصل إلى مستوى أفضل، اليوم لديه هو ورقة كما حدث، يعني وفق ما حدث بكل الفترة السابقة، صحيح لديه ورقة روحاني؟ روحاني لديه هذه الورقة، ولكن هذه الورقة مضى عليها حوالي تقريبا 3 سنوات منذ توقيع الاتفاق في 2015، وخلال هذه السنوات الثلاثة لم تحقق شيئا على أرض الواقع في داخل إيران. فكيف تكون ورقة رابحة عندما تكون منذ بدايتها لم تحقق شيء؟ روحاني يريد أن يحقق شيء اقتصادي قبل أن يحقق إنجازات سياسية. ما هو لذا بدأ من موضوع الاتفاق؟ نعم، لأنه يعرف بأن النجاح في الساحة السياسية بحاجة إلى أن يستطيع أن يحقق شيء للبطالة، يحقق شيء للاستثمارات، يحقق شيء للمصانع التي لم يتم دفع الكثير من المصانع رواتب العاملين. هناك مثلا إضرابات لصناعات الفولاذ بالأفواج، وهي إحدى أهم الصناعات في إيران، صناعات قصب السكر أيضا هناك إضراب، والكل
يشتكون العمال من عدم دفع رواتبهم لفترات طويلة. هل هذه أكثر أيام التي يعد نظام خامنئي مهددا فيها سيد مسعود؟ نتحدث عن تظاهرات تخرج، ونتحدث عن انخفاض العملة لأدنى مستوياتها تاريخيا. يمكن القول بأن العامل الاستياء من الوضع الاقتصادي يتناغم مع الاستياء من الوضع السياسي في الوضع الحالي في إيران. روحاني نعرف بأنه أصر بأنه يعطي بعض المساحات من الحريات، ولكنه لا يستطيع أن يعمل ذلك. حتى نعرف بأنه تطبيق تليجرام مهدد بالإغلاق من قبل المتشددين الذين يعتبرونه يشكل خطر للأمن القومي الإيراني. وروحاني مصر يجب عدم إغلاق هذا التطبيق، لأنه وعد حملته الانتخابية يعطي مساحة من الحريات للإنسان الإيراني الذي فقد كثير من الوعود التي قطعها حسن روحاني. أنا أشكرك جزيلا من دبي مسعود الفاكس، صحفي المتخصص بالشأن الإيراني.